السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا جماعة مولد نجم جديد من نجوم رافال، ولما نقول رافال يعني صناعة مصرية 100%، يعني خدمة ما بعد البيع الممتازة جدا، يعني قطع غيار متوفرة، يعني الضمان كمان موجود معانا في رافال. مش بس كده، نجم النهاردة مولود بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، مولود عملاق، مولود نجمنا النهاردة بالضمان 3 سنين، قطع الغيار كمان متوفرة. وتعالوا نشوف مولودنا النهاردة. نجمنا النهاردة يا جماعة من رافال اير فراير رافال الديجيتال، اول مرة في السوق المصري ينزل معانا اير فراير حصري، اولا بحلتين، مش حلة واحدة، حلة داخلية وحلة خارجية زي ما هنشوف مع بعض. مش بس كده يا جماعة، ده احنا ضمان 3 سنين على الاير فراير، وضمان 5 سنين على الحلتين لو لا قدر الله قشرت ولا جرى لها حاجه، وده عمره ما هيحصل. غير كده وكده عندنا بعد ال3 سنين في كمان خدمه ما بعد البيع، وفي كمان الضمان على قطع غيار اير فراير، مروحتين لتوزيع حراره افضل، سعر اقتصادي جدا لانها ببساطه صناعه مصريه 100%. وتعالوا نشوف الكرتونه الحلوه دي، لسه فيها مفاجات كتير قد كده، تعالوا نشوف فيها ايه. كرتونة الاير فراير بتيجي كرتونة بسم الله ما شاء الله، كرتونة عملاقة زي الاير فراير بالظبط. اول ما بتفتحيها بتلاقي كتيب مليان مفاجآت هقول لكم عليها بعدين، وبعد كده في كمان الكتالوج والضمان. بعدين بلاقي كرتونة كبيرة مليانة مفاجآت، كل الكرتونة دي هدايا مع الاير فراير. بصوا، بخاخ الزيت اللي بتدوخوا عليه بره جاي هدية مجانية، قوالب الكب كيك، ورق الزبدة كمان بتاع الاير فراير كمان ماسك حلو قوي تحفة، وكمان المساكة السيليكون، وبعد كده الاسبونشة اللي بنضف بيها الاير فراير، وكمان قوالب سيليكون للكب كيك. يبقى الكب كيك معانا في قوالب ورق وقوالب سيليكون، والفرشة اللي بوزع بيها الزيت، وكمان العجلة بتاعت البيتزا. الكرتونة دي كلها يا جماعة هدية جميلة مجانية مع الاير فراير بتاعنا النهاردة، وده طبعا الهدايا دي كلها حصرية مع رافال وبس. بعد كده في كرتونة فتحتها، كرتونة متوسطة، لقيت فيها الحلة الصغيرة اللي ممكن استعملها جوه الحلة الكبيرة، وممكن كمان استعملها كمصفى. ضمان 5 سنين على الحلتين يا جماعة. بعد كده بلاقي الكرتونة الاكبر شوية اللي فيها الحلة الاساسية بتاعت الاير فراير بسم الله ما شاء الله، 5 لتر الحلة الداخلية بتاعت الاير فراير من رافال، 5 لتر، وده برضو حصري يا جماعة عند رافال وبس. الحلة ما شاء الله تقيلة، وتحس كده انها مصنوعة حاجة قيمة. دول الحلتين مع بعض اللي بيجوا مع بعض مع العملاق بتاعنا. بعد كده في كرتونة كبيرة فيها بقى النجم بتاعنا النهاردة، فيها الاير فراير الرائع. بجد انا كنت مبهورة جدا جدا بالاير فراير وجماله، ازاي الصناعة المصرية ما شاء الله بقت بتنافس المستورد. بصوا شكله، شوفوا جماله، ده غير ايه بتنافس المستورد، بس عندنا ايه ده، الحقوا اليد بتاعته اتكسرت. لا ما اتكسرتش، ده هي بتتشال وتتركب بالزرار بتاعها ده عشان اقدر احط الحلة التانية جواها بالمنظر ده، شايفين؟ يعني حتى دي رافال ما نسيتهاش. ارجع تاني واقول لكم، الصناعة المصرية كفاية قوي انها بتديني امان في خدمة ما بعد البيع، قطع الغيار يا جماعة المتوفرة، الضمان يا جماعة ضمان 3 سنين. تعالوا بقى نستخدم الحلة كأنها حلة بجد. بقى هعمل ايه؟ حطيت رشة زيت كده، واروح حاطه فيها كده شوية درافشار، واحط عليهم رشة ملح ورشة زيت خفيفة. خلي بالك مش هتستعملي زيت غير حاجات بسيطة قوي، اقتصادية جدا في الزيت يا جماعة. تعالوا بقى نشوف هنظبط درجة حرارة الفشار. انا عندي الدرجة الاساسية بتاعة الاير فراير 200، والوقت بتاعها 18 دقيقة، ده الثابت بتاعها. تقدري تنقصي وتزودي سواء في الوقت او درجات الحرارة على حسب ما انت عايزة. غير كده عندك برامج تناسب جميع الاكلات زي منشفة اللحوم، فراخ، رز، مكرونات، براحتك خالص بسم الله ما شاء الله. بصوا دور الفشار عامل ازاي، مفيش واحدة مفشرتش، ريحته كانت جميلة وطعمه كان مقرمش وجميل، شايفين الجمال والحلاوة. تعالوا بقى نفضي كده ونشوف الفشار اتعمل ازاي. بصوا ولا في واحدة لزقت، شايفين الماتيريال بتاعت الحلة
روعه ما شاء الله، وبتلمع بمنتهى السهوله. تعالوا برضو نستخدمها كانها حله عاديه ونعمل فيها شويه رز بسمتي. نقعته لمده ربع ساعه وصفيته وحطيته في الحله، وحطيت عليه رشه ملح وكاري وكركم، وبعد كده زي ما انتم شايفين رشه زيت برضو من البخاخ اللي جاي لي هديه مع الاير فراير. وبعد كده تظبطي الميه بتاعته، خد معايا كوبايتين ميه كده، ده مستوى الميه، وقلبي ويلا بينا على الاير فراير على طول. هنقلل بس هنا درجه الحرارة، هنخليها المية علشان الرز يستوي براحته. 200 هتبقى كتيرة قوي. بصوا بقى من الزرار ده تدوسي كده لغاية المية، امان. شوفي الوقت اللي انت عايزاه وغمضوا عينيكوا وفتحوا عينيكوا، شوفوا الرز مفلفل قد ايه، بصوا الدخان طالع ازاي. ايه ده يا جماعة، ايه الجمال بتاع الاير فراير ده؟ والله 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 هيبقى دراعك اليمين في المطبخ، هتعملي فيه كل حاجة، هيغنيكي عن الفرن، هيغنيكي عن الميكرويف، هيغنيكي حتى عن البوتاجاز العادي. والا بقى عروستنا في المطبخ هتعمل احلى الاكلات وهي مغمضه ولا هيهمك، خش بقلب جامد. تعالوا بقى نستعمل الحله الثانيه اللي هي كانها مصفى كده بالظبط، ما تنسوش ضمان 5 سنين. شفتوا شلت الدراع الاولاني وهروح مركبه الحله دي بالدراع بتاعها، اديتها كده بخت زيت حلوه. وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه بقى يا جماعه، دي انسب حاجه ليها. عملت شويه خضار سوتيه، عايزه اشوف لونه هيدبل ولا لا، عايزه اشوفه هيجلد ولا هيفضل مقرمش معايا ولا لا. كمان حطيت كوز ذره اصفر كده حلو، ورشه روزميري، وهحط عليهم رشه ملح، وبخت زيت من ايه؟ من البخ الخاخ اللي جاي لي هديه. كل حاجه هتستعمليها في الاير فراير هتلاقيها جايه لك في بوكس الهديه، هديه مجانيه محترمه، بوكس محترم النهارده. وبعد كده نروح مشغلين برضو الاير فراير. من ضمن اسباب اللي عجبتني فيه جدا ان هو سهل جدا جدا في تشغيله. تعالوا بقى دلوقتي نفتح الماسك الايه الهديه برضو اللي جاي لي في بوكس الهدايا. بصوا الذره استوى وعامل ازاي، الخضار استوى يا جماعه ومقرمش وجميل، وكانت ريحته جميله، ولا لونه بقى بهتان معايا ولا دبل ولا جلد، شايفين مقرمشه ازاي، تحفه ما شاء الله، نجاح باهر 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 ما شاء الله على رفال وكل منتجات رفال اللي دايما بتبهرنا بكل حاجه فيها بجد. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ هجفف البقدونس، هعمل بقدونس مجفف بحطه على السبع بهارات كده، بيدي ريحه وطعم حلو قوي لكل الاكلات. تقدري بنفس الطريقه تعملي التوم الباودر والبصل الباودر، تعملي كمان تجففي نعناع، تجففي ملوخيه. بصوا نشف لي البقدونس ازاي يا جماعه، عمرك شفتي اير فراير بيعمل كده؟ دي حركه، دي صعبه جدا ان ازاي البقدونس يتجفف ينشف خالص كده وفي نفس الوقت يبقى لونه اخضر زي ما هو. هوريكوا البودر بتاعه دلوقتي لونه مخضر ازاي، مش هتصدقي الجمال. بصوا معنى كده ان هي ما بتاثرش خالص على الخضار ولا على لونه ولا على قوامه. النهارده اير فراير من رفال حاجه عبقريه بجد، يعني كلها ما شاء الله ما شاء الله كلها مميزات، شايفين الجمال بقى عامل ازاي. طيب ممكن كمان نستعملها في ايه؟ بصوا بقى هعمل حاجه حلوه، عملت كيكه وعملتها بجيلي الفراوله عشان يبقى طعمها ولونها كده حلو الاولاد يحبوها، وجبت قوالب السيليكون بتاعه الكب كيك اللي برده جايه لي هديه مجانيه في بوكس الهدايا، وحطيتها كده. المصفه دي بقى بتعمل لي توزيع حراره ممتاز جوه الاير فراير، عشان كده اي حاجه بستخدمها جواه بلاقي فيه توزيع حراره. اير فراير الوحيده دلوقتي الحصريه بمروحتين لتوزيع الحراره. تعالوا نشوف بقى كده انا عملته على 25 دقيقه وعلى 180 زي الكيكه العاديه. بسم الله ما شاء الله ولا كلمه، هي بتتحدث هي عن نفسها. 25 دقيقه بالظبط، شوفوا طالعه مستويه وجميله ازاي، وبختبرها كمان تحفه، تسويه ممتازه، توزيع حراره ممتاز، شايفين الجوانب لونها ايه؟ لو ما كانش فيه توزيع حراره ممتاز الكيكه دي بتبقى حساسه جدا، اكتر حاجه تفقس لك الفرن او الاير فراير ممتاز في توزيع الحراره ولا لا. طبعا انتوا شايفين انا مش قادره اشيل ايدي منها، تحفه. دي مجموعه الهدايا بفكركم بيها تاني اللي بتيجي مع الاير فراير، كل دي هدايا مجانيه جايه مع الاير فراير بدل ما تشتريها من بره. اي حاجه هتستعمليها هتلاقيها. الكتيب ده بقى مليان مفاجآت، ده كده العملاق بتاعنا بالهدايا بتاعته النهارده. وبعد كده دي مجموعه صغيره جدا جدا من الاكلات اللي عملناها في الاير فراير، والكتيب اللي جاي معاهم ده لوحده ده مليان اكلات تقدري تستخدميها في الاير فراير، وتستخدمي كل البرامج المختلفه اللي موجوده معاه. افتحي بقى
الكتيب هتلاقي وصفات لحمه وفراخ واسماك، كل اللي انتوا عايزينه. ده طبعا مفاجاه وهديه لوحده. بجد يا رفال ابدعتي 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 في الاير فراير، كل حاجه فيه النهارده كانت حصريه في السوق المصري. خشوا على الجروب.